الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ألقاكم إخواني أخواتي الكرام في هذه النافذة من هذه القناة الطيبة التي هي بعنوان شذرات في بيان حال الرقية والرقاة. هذا العالم الغريب العجيب، عالم الجن والشياطين، عالم الرقية والرقاة، هو عالم كبير كما تعلمون، ولا يصح أن يتوغل فيه الإنسان أو أن يدخل فيه إلا إذا كانت عنده بضاعة علمية كثيرة وكبيرة. فهذا العالم إخواني أخواتي ينبغي لنا أن نبينه لكم وأن نوصل إليكم الحقيقة، وهذا ما نرجوه ونسعى إليه. فدوما نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنكم في هذه النافذة وهذه الإطلالة السريعة الخفيفة. أقول وبالله التوفيق، كما تعلمون إخواني أخواتي، الرقية الشرعية هي عالم ولج فيه الكثيرون، واختلط على مر الزمان بشوائب كثيرة وكبيرة من بدع ومحدثات وشركيات، نعوذ بالله منها وأعيذكم بالله أن تقعوا فيها. فالرقية الشرعية كتعريف بسيط لها هي العوذة، أي ما يتعوذ به الإنسان. الرقية الشرعية هي العوذة، أي ما يتعوذ به الإنسان. قال ابن الأثير: الرقية هي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات. وإنما سميت رقية لأنها كلمات ترقى من صدر الراقي، كلمات ترقى من صدر الراقي. والرقية هي عبادة عظيمة جليلة. نرجو من حضراتكم أيها السادة الأفاضل أن تركزوا معنا جيدا حتى تفهموا معناها. نقول: لماذا شرع الإسلام التداوي بالرقى؟ شرع الإسلام الاستشفاء بالرقى والتداوي من سائر الأمراض العضوية الأخرى لحاجة، وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهي حفظ الصحة وحفظ النفس. هذا ما جاءت به شريعتنا السمحاء من مقاصدها حفظ النفس، فالتداوي يكون لحفظ النفس. ثم نقول: ما هو حكم الرقية والاسترقاء؟ ما هو حكم الرقية والاسترقاء؟ يعني نقولها لكم بالدارجة، وعلاش نرقو؟ وعلاش الراقي يرقي؟ وعلاش نروحو نرقو عند الراقي؟ ذهب جمهور العلماء إلى جواز الرقى، يعني الرقى جائزة، إنسان أنه يرقي نفسه أو يرقيه إنسان آخر فهذا جائز، لا شيء فيه بإذن الله تعالى. وهذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والحديث في صحيح سنن أبي داود. والحديث الثاني: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والحديث في صحيح مسلم. يعني لاحظوا أننا لما نذكر الحديث نذكر معه المصدر،
حتى يطمئن قلب السامع. يعني احنا ما راح نجيب لكم حديث ما عندوش اصل ولا ما عنده سند. هذه الاحاديث التي نذكرها لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فألقاها فنقلها كما سمعها. ثم نقول: ما هي شروط الرقية؟ ما هي شروط الرقية؟ أولا: أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وبالأدعية المأثورة عن سلفنا الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعون من القرون الثلاثة المفضلة. ثانيا: أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه. وش معناه الكلام هذا يا؟ معناه لما يجيك واحد تحس أنه في كلامه شيء من اللغط أو أنه يتكلم بكلام لا تفهمه، فهذا اجتنبه وهرب منه وفر منه فرارك من الأسد. ثالثا: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله جل في علاه. الرقية الشرعية سواء أرقيت عند عالم أو عند طالب علم أو عند إنسان بسيط فهي لا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بقضاء الله عز وجل وقدره وبإذنه تعالى. ثم نقول: متى تكون الرقية واجبة؟ وقتاش يجب على الإنسان أن يرقي أو أن يرقي من يعول كزوجة وأولاد أو أخ وإخوة؟ يعني وقتاش لازم عليه يرقي؟ وقتاش لازم يروح عند الراقي أو يرقي نفسه؟ إذا علم أنه يحصل بها بقاء النفس. وش معناه الكلام هذا؟ معناه كاين أعراض، كاين أحيانا إنسان يصاب أنواع من السحر، كاين أنواع من السحر خطيرة تؤدي بالإنسان إلى الموت، كاين أحيانا إنسان يصاب بعين وهذه العين تؤدي به إلى الموت. وقد شاهدنا هذه الأمور عيانا، ناس أصابتهم عين فسقطوا في الأرض يتخبطون، تحس أن الإنسان هذاك ذقت به النفس وراح يموت خلاص. هذا الإنسان واجب رقيته. يعني يكون معك راقي ولا تكون أنت وحدك، لازم أنك ترقي هذا الإنسان، أو أنك تتصل على راقي مثلا ويقول لك ما نجيش مثلا، فهنا يأثم لأنه لم يأتي. طبعا إذا كان هذا الإنسان يعني غير مشغول. كان كذلك بعض الناس الله المستعان رموا روحهم من شرفات، رموا روحهم من طوابق عالية بسبب ما أصابهم من هذه الأسحار. ثم نقول: ما هو حكم الاسترقاء؟ يعني وش معناه؟ معناه وقتاش أنت تروح ترقي، كي تروح ترقي عند راقي يعني تطلب الرقية، وشنو هو الحكم تاعك أنت؟ الحكم على ثلاثة مخارج. أولا: الأمر، يعني الأمر أنت مأمور بالرقية، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية بها سفعة في وجهها سفعة، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة. والحديث في صحيح البخاري. والسفعة هي السواد والشحوب، يعني شاف وجهها يعني مسود وفيه شحوب في وجهها، فأمرها بالرقية. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لصبيكم هذا يبكي فهل استرقيتم له من العين؟ والحديث أخرجه أحمد واللفظ له وصححه الألباني. فالعين آفة تصيب الإنسان وتصيب الحيوان نتيجة نظرة العائن، فيؤثر فيه فيمرض أو يهلك، وهي ثابتة واقعة ولها تأثير، وهي حق بقضاء الله وقدره. وإذا عرف العائن يؤمر بالوضوء
ويصب ذلك الماء على الذي أصابه بعينه، كما عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. هذا قد بلغنا إلى نهاية هذا العدد الأول من هذه الحصة الطيبة المباركة، هذه السلسلة. نعدكم أننا بحول الله تعالى ومنه وكرمه سنواصل معكم في العدد القادم بإذن الله تعالى ما بدأناه اليوم. كذلك نبشركم أنه عندكم أرقام يعني للتواصل معنا عبرها، سواء بالرسائل أو بالمكالمات المباشرة بحول الله تعالى ومنه وقوته. في الختام لا يسعني إلا أن أقول لكم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.